النشامة وتشهد لنا سروج الخيل وسروج الركايب وفزعة اللي نوده، للطيب مواقف وللمرجلة رجاجيل وللخيل فرسانها في ساعة الشدة. صح لسان الشاعر على هذه الأبيات الجميلة، وأهلا وسهلا فيكم متابعي ومحبي برنامج فروسية. كما عودناكم برنامج فروسية تقاريره متنوعة وأيضا مقابلاتنا غنية بالمعلومات اللي بيعطونا إياها ضيوفنا الكريمين اللي دائما متواجدين معانا في برنامج فروسية. إذا حابين تعرفوا حلقة فروسية إيش فيها اليوم، خلينا نشوف سوا العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون: رعاف يخطف جائزة السيارة بالحفل 29، الأهيب يتوج بكأس وزارة الخارجية بميدان الملك عبد العزيز، الفارس مشار الحربي يتألق في المدرسة الدولية لقفز الحواجز، الفارس خالد العيد بطل شوط كأس وزارة الشؤون الاجتماعية لقفز الحواجز، ريم الغزلان تخطف كأس ودع مجلس إدارة ميدان الجنادرية بالحفل 7، المهرة تهاني تتألق بانطلاق موسم السباقات في مضمار العين للسباق، خالد النابودة خبرتي أكثر من 20 سنة في الإنتاج والطموح ما زال سقفه عالي. وصلنا معكم إلى الحفل 29. طبعا بهذا الحفل التألق كان كثير كبير لبعض الخيول، ولكن اللي حصل على جائزة مساهمة نادي الفروسية وهدية السيارة هو الجواد رعاف لمالكه محمد الحماد وإخوانه. في ميدان الملك عبد العزيز سباقات السرعة في حفلها 29 للخيل الإنجليزية، حيث تكون السباق من 10 أشواط بمساهمة وهدية نادي الفروسية. الشوط الأول اللي كان على مسافة 1400 متر استطاعت الفرس ختمة بعمر السنتين والعائدة ملكيتها للمالك أبناء سليمان محمد بن زعير من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا السباق اللي كان على مسافة 1400 متر لصالح الجواد فيدرالي والعائدة ملكيته للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. والله الحمد لله الشوط هذا قوي، والحصان فيدرالي ما شاء الله عليه تبارك الرحمن ركض في الطائف وكسب، وركض هنا قبلها بحفلة وجاء ثالث وريحناه وجبناه للشوط هذا، والحمد لله ما قصر وكسب الحمد لله، ومع خيل قوية مع حصان الأمير فيصل بن خالد ومع خيل، والحمد لله وفقنا الله الحمد لله وكسبنا الحمد لله. الاصطبل هذا ان شاء الله تونا بادينا الحمد لله، وانجزنا الحمد لله، عندنا كسبتين، كسبه في الطائف وكسبه هنا الحمد لله، وهذه كلها من توجيهات سمو سيدي سعود بن سلمان الله يطول عمره والحمد لله. اما في الشوط الثالث فقد استطاع الحصان شم نصير للمالك ابناء علي وعبد العزيز الحمادي من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغة مسافته 1600 متر. الحمد لله على التوفيق. طبعا الكل يجتهد، ومثل ما تشوفون دائما في كل شوط 18-17 راس، وفي النهاية ما يكسب إلا واحد، مرة نكسب حنا ومرة نكسب غيرنا، ولكن دائما نتنافس بروح فروسية عربية سعودية إسلامية حقيقية، تنافس شريف، ودائما الفائز نبارك له، واللي ما يكسب المرة هذه يكسب مرة ثانية. بالنسبة لشمنصير أم التندرية تندر ذا جريت، فرس إنجليزية شريتها للسباق وشاركت هنا، ودائما في الميزان ما تطلع بكسبانة 6 سباقات في بريطانيا، والأب باتريوت أكت أيضا فحل ممتاز، ولذلك الحصان كان يعطي شغل ممتاز من البداية أنه من أفضل الخيل مع الصحابي الحصان الآخر، وكنا نستغرب انه كيف يتدرب زين وما يعطي، مثل بعض اللاعبين في الكوره علشان مشاهدين روتانا يعرفون انه بعض اللاعبين ممتاز في التمرين ولكن لجنه المباراه ما يعطي زين، وبالتالي لازم تشوف له حل معنوي ونفسي، وبالتالي اشتغلنا على الجوانب المعنويه والنفسيه الحصان، وركبنا الجوكي مرتين، في المره الماضيه جاء رابع او خامس، والمره هذه
الخيال كان متفائل ونحن متفائلون وعطيناه الترتيبات الجيدة والحمد لله. نشكر المدرب ونشكر الخيال طبعا. أما الشوط الرابع إنتاج عمر 3 سنوات، استطاعت الفرس متربصة للمالك أبناء الملك عبدالله بن عبد العزيز من تحقيق المركز الأول اللي كان على مسافة 1600 متر، وكان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الحصان جداء للمالك أبناء مطلق القاضي الجعيد الذي استطاع إنهاء مسافة الشوط البالغة مسافته 1600 متر بأسرع وقت ممكن. الفوز هذا الحمد لله جاء بعد تعب وتحضير من قبل المدرب نايف العطاوي الله يعطيه العافية، وأحب أبارك له وبارك الخيار وبارك الإصطبل اللي أنتج هذا الحصان، وهو حصان مشري من المزاد والحمد لله أعطينا مؤشرات طيبة من يوم بدأ يركض، صارت له ظروف والحمد لله، فالطايف وزن جاب ثالث ثاني رابع والحمد لله، اليوم بعد الطايف الحمد لله بيض وجيه وبيض وجه مدرب وبيض وجه. وأحب أبارك للمهندس محمد مطلق القاضي الجعيد وإن شاء الله القادم أجمل وأحلى إن شاء الله. بينما ذهب لقب الشوط السادس التي لم تربح إنتاج 4 و5 سنوات لصالح الفرس خاصبة العائدة ملكيتها للمالك مساعد محمد المفضي على مسافة 1800 متر. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيل المنتجة محليا عمر 3 سنوات وعلى مسافة 1800 متر، وعلى جائزة نادي الفروسية التقديرية 125,000 ريال، والذي تصدر الجواد ثقيل الراي لمالكه أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. والله الشوط هذا فيه خيل زينة، وطبعا التنافس كان بين قوي، بين الشوط خفيف عدد ولكن قوي كمستوى. والله مثل ما شفت يعني الحمد لله حسم الموقف الثقيل الراي، والخيل اللي وراه كلها ما هي بسيطة أبدا أبدا، كل أدى واجبه الحمد لله. واستطاعت الفرس مغناج للمالك أبناء محمد بن عايش الطيار من السيطرة على مجريات الشوط الثامن إنتاج عمر 3 سنوات على مسافة 1800 متر. أما الشوط التاسع مستورد لعمر 3 سنوات، استطاع الجواد مد التاب للمالك طارق محمد عناية من تحقيق لقب المركز الأول اللي كان على مسافة 1800 متر. الحمد لله هذا حصان اشتريناه من امريكا السنه الماضيه وصبرنا عليه، ما ركبناه السنه الماضيه كامله، والسنه هذه بدا يجي الحمد لله، واول سباق طلع برا الميزان، ثاني سباق داخل الميزان، واليوم الحمد لله فاز بالمركز الاول، عرفنا ايش الاشياء اللي حبها وباذن الله ان شاء الله انه من احسن لاحسن. اما الشوط العاشر والاخير على مسافه 1800 متر لجميع الدرجات إنتاج 4 سنوات وأكثر، كانت الجائزة سيارة وهي هدية من نادي الفروسية اللي كان من نصيب الجواد رعاف للمالك محمد الحماد وإخوانه. إلى مجلة فروسية وخلينا نشوف إيش عندنا أخبار اليوم. طبعا إحنا دائما ندور لكم على الأخبار الحلوة والأخبار اللي دايما تتكلم عن جمال الأصالة وجمال الخيل العربي. أول خبر في مجلتنا اليوم من القصيم: شهد ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل السابع على الدعم الثاني المقدم من سمو الأمير سلطان بن محمد. ففي الشوط السادس المخصص لمفتوح 4 سنوات وكأس دعم سلطان الميادين، استطاع الجواد المقتنع لبسام العليان خطف اللقب اللي كان على مسافة 1600 متر. إلى الحفل 30 في ميدان الملك عبد العزيز واللي كان على كأسين، كأس وزارة الخارجية وكأس كلية الملك خالد العسكرية. التألق كان كثير كبير للجواد الأهيب اللي خطف كأس وزارة الخارجية وحصل على جائزة تقريبا كانت قيمتها 150,000 ريال، وهذا الجواد مملوك لسمو الأمير فيصل بن خالد. أما الجوبة أو جوبة اتألق بهذا الحفل أيضا وخطف كأس كلية الملك خالد العسكرية وحصل تقريبا على 120,000 ريال. Thank you.
احتضن ميدان الملك عبد العزيز في الحفل الثلاثين سباقات الخيل على كأس كلية الملك خالد العسكرية وكأس وزارة الخارجية. الشوط الأول اللي كان على مسافة 1400 متر استطاع جلاب الخير بعمر السنتين من الإنتاج المحلي والعائدة ملكيته لعبد الله نصيب من خطف المركز الأول. الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا فضل من رب العالمين. حصان يعني من بداية مشاركاته في نوفا وحقق المركز الثاني، وحصان يعني مؤهل انه يكسب في اي شوط من الاشواط. واليوم الحمد لله كان على يعني في الفورمه، والحمد لله الله وفقنا وكسبنا ان شاء الله الشوط الحمد لله. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيل التي لم تربح من انتاج جياد السنتين وعلى مسافه 1400 متر لصالح الجواد برق الطارف لماجد مهل البقمي. أما الشوط الثالث فقد استطاعت الفرس ريم الخيل لأبناء عبد الله فراج العجمي تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغ مسافته 1800 متر. اللهم لك الحمد، يعني فرحة لا توصف، انتصار الفرس ريم الخيل ورجوعها لمستواها المطلوب. اللهم لك الحمد، اليوم مشت على المسار اللي ينبغي وانتخذت انتصارها الرابع. اللهم لك الحمد. الفرد سواء السعودي أو الكويتي طبعا ما ينقصهم إلا بعض الشانس وبعض الخيل الجيدة، وبحسب رأيي أنا ولو يأخذون قليلا من الداعمين راح يشوفهم انتصارات بزود على الأجانب. اللهم لك الحمد، هالسنة مبينين خيال السعوديين أفضل وأفضل وأفضل. أما الشوط الرابع والمخصص لمفتوح الثلاث سنوات فأكثر من الجياد والأفراس المستوردة استطاع الحصان أندلبل إنك لعبد الرحمن المخضوب من خطف المركز الأول اللي كان على مسافة 1600 متر. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس مخصص لمفتوح الأفراس إنتاج السنتين على مسافة 1600 متر على كأس كلية الملك خالد العسكرية لصالح الفرس جوبا لأبناء هيف بن محمد القحطاني. الحمد لله، هذا من فضل ربي، وفعلا الفرس كنا متوقعينها كانت تحتاج مسافة أطول. هي حصل ركضة 1400 مركضين بالرياض، مركض أول مبتدئة كسبت، مركض ثاني على كاس جد ثاني، ويعني بخبرتي أنا وخبرة الخيال شفنا أنها تحتاج مسافة أطول، والحمد لله اليوم حطيناها في 1600 والحمد لله كسبت. الخطة أنه نكون من ضمن القائمة الخمس، والحمد لله حنا تقريبا اليوم صرنا ثالث الحمد لله، وهذا الخطة اللي مأمولين إن شاء الله نتبعها الموسم هذا ونحصد على كيسان أكثر من كذا إن شاء الله. بينما ذهب لقب الشوط السادس المخصص لإنتاج عمر 4 سنوات فأكثر لصالح الجواد يستحق العائدة ملكيته لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وجاءت منافسة الشوط السابع لإنتاج مفتوح 3 سنوات فأكثر على كأس وزارة الخارجية الذي انتزعه البطل الأهيب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. برق الطارف حصان بطل جاء ثاني في أسبوع اللقاء اللي فات، والأسبوع هذا ما شاء الله جاب أول. طبعا برق الطارف على الفحل جواد بقيادة المدرب الكبير غيث الغيث، وإن شاء الله في مفاجآت البرق الطارف طيبة. مشاركتنا الشوط الثامن مع مجد النخبة، طبعا هذا الحصان اشتريناه قبل يومين وإن شاء الله مؤشراته طيبة ومتوقعين له خير إن شاء الله اليوم، متوقعين له سبق ومتوقعين إن شاء الله أنه ما يتعدى أول ثاني إن شاء الله. واستطاعت الفرس تطيب لسمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود من سيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقب هذا الشوط اللي كان على مسافة 1400 متر. أما الشوط التاسع فقد تنافست فيه الخيول المنتجة محلياً عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر، وقد استطاع الجواد سيف البيان لمحمد الحماد وإخوانه من تحقيق اللقب. إلى الشوط العاشر والأخير تنافست فيه الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1400 متر، واللي استطاعت تحقيق الفوز هي الفرس أميزنج سبيد لإسطبل الشاكرين. خسارة ما معنا خيل بهاي الأجواء، ولكن طبعا كل الخيول حواليه
يمكن سمعتوا صوتهم يمكن لا. عموما مشاهدينا خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. بعد الفاصل تشاهدون الفارس مشاري الحربي يتألق في المدرسة الدولية لقفز الحواجز، الفارس خالد العيد بطل شوط كأس وزارة الشؤون الاجتماعية لقفز الحواجز، ريم الغزلان تخطف كأس ودعم مجلس إدارة ميدان الجنادرية بالحفل السابع. إلى ميدان قفز الحواجز في السعودية وإلى كأس الشؤون الاجتماعية باليوم الأول، ما زال الفرسان السعوديين يثبتوا جدارتهم يوم بعد يوم في ميدان قفز الحواجز، هذا الميدان اللي محتاج تركيز عالي ومحتاج تكنيك عالي مثل ما بنذكركم دائما بكل حلقة. اللي تألق بالشوط الأول أو باليوم الأول بقفز الحواجز على كأس الشؤون الاجتماعية هو الفارس السعودي مشاري الحربي. شهدت بطولة كأس وزارة الشؤون الاجتماعية بيومها الأول تنافسا رفيعا بين الفرسان، وكانت النتائج كالتالي: الشوط الأول استطاع الفارس عبد الله عبد العزيز آل الشيخ من تحقيق المركز الأول على صهوة الجواد مسيرس بعدد خطأين، أما المركز الثاني كان من نصيب الفارس عبد الله أبا الخيل على صهوة الجواد نينا زد بعدد خطأين وبفارق الزمن. والله الحمد لله هذا الشوط كانت أنا في البداية في الأرقام الدخول، فكان لازم علي اني احط الزمن او اني انا يعني اخذ الريسك كله للشوط. الحمد لله دخلت وسويت جوله سريعه، فبذلك جيت المركز الاول تقريبا فرق ثانيتين عن الثاني، فالحمد لله هذا زمن سريع. والله يعني الاشواط اللي زي هذه اللي هي اللي تسمى تو فيس، اللي يبدا الزمن بعد الحدث رقم 7، دائما لازم تصير كذا سريعه، لازم يصير الريسك فيها عالي، ما يصلح زي الاشواط الجمب اوف او الاشواط الجولتين، تقدر تعرف التصنيف، تقدر تعرف منافسينك اكثر. اما الاشواط هذه تدخل ويعني عامل الحظ فيها كبير وانك تسوي احسن ما عندك. الشوط اليوم عباره عن مرحلتين تو فيز، بعد رقم 8 يبدا السرعه. الحمد لله كان في منافسه حوالي 30 فارس، والحمد لله حصلت على المركز الثالث اليوم. انا والله اللي خدمني اني كنت في اخر 6 فرسان، هو اللي خلاني اعرف وش اسوي من الباقي الفرسان، والحمد لله سويت اللي علي والباقي على الله. اليوم الحمد لله شاركت وسويت جوله كويسه الحمد لله، والفرص ما ساعدتني كثير. الكاس اتوقع راح يكون صعب شوي، في صعوبه، لكن اتوقع مشاري حربي، ومشاري هو احسه هو الاقرب، هو بدر مرد. اني على اللي شفته اخر البطولتين اللي راحت، مشاري هو اللي أول ماخذها، وبدر سوى الوطو يعني كان قريب من مشاري. أما الشوط الثاني فقد استطاع الفارس بدر الفرد من تحقيق المركز الأول على صهوة الجواد كوين بعدد خطأين، وأيضا حقق المركز الثاني على صهوة الجواد جريل بعدد خطأين، وذهب المركز الثالث للفارس مشاري الحربي على صهوة الجواد فينا أونو بعدد خطأين. أما الشوط الثالث حقق الفارس مشاري الحربي المركز الأول على صهوة الجواد زيدان بعدد خطأين، أما المركز الثاني فقد ذهب للفارس فهد العيد على صهوة الجواد كيان بعدد خطأين، أما المركز الثالث من نصيب الفارس خالد العيد على صهوة الجواد إيتا بعدد خطأين. خبرنا الثاني في مجلتنا هو عن هانوف الخالدية اللي خطفت كأس شؤون البلدية والقروية بجدة. أقام نادي الفروسية بجدة حفله الخامس لهذا الموسم على كأس ودرع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث كان الشوط الرئيسي من نصيب الفرس هانوف الخالدية من مربط عذبة لأبناء الأمير عبد العزيز بن أحمد. أما اليوم الختامي لقفز الحواجز على كأس الشؤون الاجتماعية صارت المنافسة كثير كبيرة، وكل الفرسان هدفها إنها تقطع الحواجز بدون أخطاء وبأقل وقت ممكن.
خالد العيد اتألق باليوم الأخير، خلينا نشوف. المدرسة الدولية للفروسية بالرياض استمرت أشواط بطولة كأس وزارة الشؤون الاجتماعية لقفز الحواجز، والتي كان من أهمها أشواط شوط الدرجة الأولى ألف على كأس وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي كان من نصيب الفارس خالد العيد بالمركزين الأول والثالث، فقد أنهى الشوط الأول بعدد جولة التمايز بخطأين. أما المركز الثاني من هذه البطولة فقد كان من نصيب الفارس مشعل الحربي الذي أنهى جولة التمايز بخطأين أيضا، ولكن بفارق في الزمن. الشوط مهم أول شيء للجميع كان، فأغلب الخيل الممتازة داخل هذا الشوط. الصعوبة فيه كانت في بعض الكومبينيشن اللي هي الخطوط المتراكبة، الخطوط اللي عبارة عن ثلاث حواجز، كانت المصمم كان بذل جهد أنه يسوي مسافات صعبة بدورانات. فالحمد لله أنا كان عندي حصانين، توفقت أني أدخل الجولة الثانية مع الفارس مشعل. طبعا جولة التمايز كانت طبعا شبه من صالحي الله أعلم، لأني كنت في المقدمة في الحصان الأول والحصان الثالث، فحبيت أني أدخل دورة بدون أخطاء على الفرس الأولى. مشعل جاء كان أسرع مني وأخذ المركز الأول، كان عندي فرصة أنا أشوف الأماكن اللي ما سواها ما غامر فيها، غامرت فيها اللي هو دورانات قريبة، الحمد لله توفقت بأقصر زمن. اللهم لك الحمد. طبعا شوط اليوم كان صعب شوي من ناحية التكنيكال، بدت الخيل تجهز والفرسان يجهزون، كان في جولة تمايز بيني أنا والفارس خالد العيد، الفارس خالد براسين، جيت ثاني في الشوط، تعتبر خلف الفارس خالد العيد ممتاز. هذه البطولة بالنسبة لنا خامس بطولة نقيمها في الموسم، وهي أول بطولة بالنسبة لنا على كأس وزارة، تعتبر من أهم البطولات الموجودة في دوري الاتحاد لهذا العام. كان في منافسة شديدة بين الفرسان على الحصول على الكأس والجائزة الكبيرة تبعت الشوط، والحمد لله يعني الأجواء كانت جدا جميلة والجو مرة ممتاز بالنسبة للخيل، وجميع الفرسان شاركوا بدون اي مشاكل. طبعا هذه البطوله وزاره ايش اسمه الشؤون الاجتماعيه، الحمد لله كان نصيب فرسان كليه الملك عبد العزيز الحربيه. الاشواط اللي قدامها الحمد لله اول وثاني، وحصلنا على مراكز متقدمه. فالشوط الاساسي هذا الحمد لله شاركنا انا وخالد العيد فيه من الكليه الحربيه وبدر مسفر. الحمد لله جينا اول وثالث، وجيت انا رابع، ايوه، وبدر جاء خامس او سادس، والحمد لله كل المراكز كانت في المراكز الأولى إن شاء الله. نرجع مرة جديدة للسعودية وتحديدا لميدان السرعة، ولكن هاي المرة في ميدان الجنادرية والحفل السابع. الحفل السابع طبعا كالعادة دائما الأشواط فيه حماسية، وأيضا ملاك الخيل بيراهنوا وبينافسوا بأقوى خيول موجودة عندهم، ولكن ريم الغزلان اتألقت بهذا الحفل وخطفت الجائزة. نقول لريم الغزلان مبروك، ونقول لمالكها سلمان الشمري ألف مبروك. كأس ودعم مجلس إدارة ميدان الجنادرية، انطلقت في ميدان الجنادرية منافسات الحفل السابع لسباقات السرعة. ففي الشوط الأول وعلى مسافة 1400 متر استطاعت القاسية العائدة ملكيتها لهيكل العتيبي من خطف المركز الأول. والله الحمد لله، الحمد لله ربي ما خيب تعبي، يعني فرس من إنتاجي الحمد لله لسنتين مهتم فيها، ومن التغذية، والحمد لله ما خيب الظن، يا ربي لك الحمد. كنت متفائل الحمد لله، لكن كنت متفائل، بس إن هذه يمكن ثاني سبق لها، أول سبق تعليمي، لكن الحمد لله اليوم أثبتت أنها فرس تستحق الفوز الحمد لله. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل على مسافة 1400 متر لصالح تقديم لتركي عبد العزيز السهلي.
أما الشوط الثالث الذي تنافست فيه لخيول مفتوح الدرجات 3 سنوات وأكثر، فقد استطاع الحصان بندر لأبناء محمد بن هادي بن خيوط من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغة مسافته 1400 متر. واستمرت المنافسات على أرض ميدان قلعة الإنتاج بدعم مجلس إدارة الميدان، فقد تنافست فيه الخيول في الشوط الرابع اللي كانت قيمة جائزته 7000 ريال، والمخصص للخيل التي ربحت من 1 إلى 3 مرات فوز عمر 3 سنوات. واستطاع تامور لمتعب محمد المتعب من خطف المركز الأول اللي كان على مسافة 1400 متر. الحمد لله شوط أمهار 3 سنوات مفتوح من 1 إلى 3، كل الخيل الموجودة اليوم كسبانة، فالحمد لله اليوم متوقع حصان يكسب، والحمد لله ما قصد جاء المركز الثاني وكم تامينه في المركز الأول. هذا من إنتاجي، هذا بناء الفحل برنبوي وأمه مستنفرة من إنتاج أسطبل أبيض، فالحمد لله اليوم العام كسبان من 3 مشاركات، واليوم الحمد لله جاء أول مشارك وجاء المركز الثاني. ميدان الجنادرية من الأقوى الميادين بالنسبة للمملكة، يعد يعني واحد من أقوى الميادين، فيها خيل قوية وخيل متمرسة ومدربين كبار، ويعني ما يحتاج مثلا يصنف الأول، لم يكن الأول يعني في يصنف من الأوائل، يعني الجنادرية من طلع منها الأبطال اللي وصلوا لميدان الملك عبد العزيز وحققوا فيه نتائج طيبة من هالميدان. أما المركز الأول من الشوط الخامس على كأس ودعم مجلس إدارة الميدان الذي خصص لمفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر على مسافة 1400 متر لصالح الفرس ريم الغزلان لمالكها سلمان الشمري. الشوط والله فيه خيل زينة، فيه زملوقة هو فعلا المرشح، يعني هي ريم الغزلان وزملوقة، وصار تنافس والحمد لله يعني أكدت بالأخير أنها هي الأفضل. والله كنت متوقع أن الفرس ميدان الملك يعني زينة، فرس زينة ميدان الملك يعني تحقق مراكز زينة مع أقوى الخيل، وبس أنا جبتها هنا الجنادرية بس مشاركة وتجربة على أرضية الجنادرية، أن أرضية الجنادرية تختلف عن أرضية ميدان الملك عبد العزيز، والفرس مرشحة الحمد لله وزينة مركبة. أنا أول مرة طبعا أجي بداية الموسم، والحمد لله رب العالمين شوف إن شاء الله التطورات في الميدان والإدارة إن شاء الله أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وحنا شاركنا طبعا أول مشاركة الرابع مشاركة الحمد لله، جينا اليوم ثاني متوقع أن يكون الأول لكن أمر الله طبعا الحمد لله. بينما انطلق الشوط السادس والأخير من هذا الحفل كانت الصدارة من نصيب تيم العائدة ملكيته لشالح العضياني. فقرات فروسية بعدها ما خلصت، المزيد بعد الفاصل. بعد الفاصل تشاهدون المهرة تهاني تتألق بانطلاق موسم السباقات في مضمار العين للسباق. خالد النابودة خبرتي أكثر من 20 سنة في الإنتاج والطموح ما زال سقفه عالي. ما زلنا موجودين في أجواء السرعة ولكن هذه المرة إلى العين، دار الزين في الإمارات، وإلى الحفل الأول لسباقات السرعة في مضمار السباق والفروسية بالعين. المشاركين كانوا من داخل الإمارات للملاك الإماراتيين، كانوا ينافسوا بأجود الخيول اللي موجودة عندهم خيول السرعة، وأيضا كل عينهم كانت على خط النهاية، وإحنا طبعا دائما نتمنى الفوز للجميع، ولكن اللي تألق بهذا الحفل الأول هي الفرس تهاني المملوكة للشيخ خليفة بن زايد. شهد مضمار العين للسباق في نادي الفروسية والرماية والجولف انطلاق الحفل الأول للسباق والذي تكون من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة. في الشوط الأول استطاعت الفرس إكسترا هوب
للسيد علي الحداد خطف المركز الأول. أما الشوط الثاني الذي كان على مسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة الذي خطفه الجواد كوارتر فرنسية للسيد محمد البسطي وتدريب المدرب علي راشد الرايحي. والله دائما الإنسان يتوقع ليش؟ أنا جاي يركض هو أمس راكض لنا جاي رابع 1004 جاي 14 فأنا أتابع دمه وأبوه يركض المسافات طويلة فأنا حطيته 1000 وأنا ميدل حطيته بالألفين الحمد لله فاز مرتاح. بينما ذهب لقب الشوط الثالث لسباق التكافؤ على مسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة لصالح الجواد آر بي فايدر أب لسعادة محمد مطر الفلاحي وتدريب هلال العلوي الذي سجل أول انتصاراته في هذا الحفل. الحصان شارك أسبوع اللي طاف في الشارجة كانت كنا حاطين له معدة معينة في البت ما ناسبته شلناها اليوم. الحصان مستوى عالي يعني صدقا أنا عارف أنه راح تكون في منافسة كبيرة. الخيول اللي موجودة معه في الشوط خيول أبطال خيول من سلالات من فاميلي يعني معروفة واليوم دام أنه تغلب على هاي المجموعة يعطي مؤشر الحصان أنه ممكن يروح لمستويات أعلى إن شاء الله. أما الشوط الرابع كان على سيارة هدية تشجيعية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة للخيول المبتدئة على مسافة 1600 متر والذي خطف المركز الأول في الجواد استرال ديلوب للمالك فريق بايرلي وتدريب المدرب هلال العلوي مسجلا بذلك ثاني انتصاراته في هذا الحفل. من انطلق من البوابة الحصان مش مسافة الميل حصان يطلب العشرة فورلونج يحب العشرة فورلونج أكثر طبعا لمسافات البعيدة فلاحظ أنت لو تعيد الشوط وتركز على ركوب الجوكي من انطلاقة من البوابات للفنش وهو شغال على ظهره تعب كثير معه. طبعا كان أدفانتج الوحيد معانا أن الحصان يقدر يفوز اليوم الأرضية ثقيلة شوي أرضية نادي العين هذا اللي ساعدت الحصان أنه ينتصر على بقية الخيول. أما الشوط الخامس فقد كان على مسافة 1600 متر للخيول المبتدئة توليد الإمارات حيث خطف المركز الأول في الجواد أي أف أباهي للسيد خالد خليفة النبودة. أول شيء أبارك لأخويا خالد النبودة على الفوز. ما شاء الله هذا الحصان ابن الكسبي وأبناء الكسبي ما شاء الله حققوا انتصارات عديدة. الأم بنتي جاني أخت مجاني فل الحصان مجاني ملك الشيخ حمدان بن راشد ما شاء الله الحصان طيب ركض عدة ريسات كان يجي الثاني كانت عنده مشكلة الحصان يومية على الريل يطلع برع شوي والحمد لله الجوكي والمدرب تداركوا المشكلة هذه والحمد لله شفتوا كيف الحصان أدى بدون ضرب بدون شيء. أما الشوط السادس والرئيسي على مسافة 1600 متر سباق التكافؤ الذي دخلته 6 خيول فقط استطاعت الفرس تهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خطف المركز الأول. والله الحمد لله على هذا الفوز ونبارك رئيس الدول على هذا الفوز وجميع اللي تعبوا في على هذا الفوز هذا من الصف الأصايل الكامل. الحمد لله احنا وضعنا المدرب الخطه كيف طريقه السباق والحمد لله ان الجوكيه مشوا عليها حمزه يرس الشوط والخيل الثانيات انتظرنا شوي والحمد لله كنا نتمنى انها تكون ثلاثيه وان شاء الله نعوضها في السباقات الجايه. ليعود المدرب هلال العلوي ويخطف لقب الشوط السابع والاخير اللي كان على مسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عبر الجواد نواف كي بي المملوك لفريق بايرلي لينتهي هذا الحفل بإنجاز كبير للمدرب هلال العلوي بتسجيله ثلاثية مميزة في هذا الحفل. الحمد لله على الفوز طبعا أهني المالك بهذا الانتصار وأوجه رسالة شكر لكل داعمين هلال العلوي سواء من
الملاك او من الاصدقاء او من الاهل. اشوف ان خيلي تناسبها ارضيه نادي العين اكثر من باقي المضامير، ويمكن قرب المسافه بيني وبين النادي ما يكون في نقل متعب للخيل، يمكن هذا عامل يعني في لان الخيل تؤدي اداء افضل. اليوم بدايه السباقات الموسم هذا، والحمد لله من خلال اجتماعي في الاخوان سواء كان مدربين او سواء كان ملاك او حتى فرسان، الحمد لله عندهم رضا تام على المضمار وايضا على التنظيم، ونحن طبعا نتشرف بوجودكم وبوجود الاخوان، ودائما الحمد لله يعني الان نحن عندنا السنه الرابعه للسباقات، ويمكن تكون شاتي مجروحه ولكن الحمد لله الملاحظات جدا بسيطه من كل النواحي ومن كل الاجهزه اللي تستخدم المضمار. وايضا اعتقد ان الاخوان يعني عندهم رضا تام، ونتمنى ان شاء الله في السباقات القادمه ايضا يكون المستوى نفس المستوى اليوم، لان البدايه طبعا تكون يعني بعد موسم كامل فيها صعوبات شوي، لكن الحمد لله اليوم ما عندنا اي صعوبات، الكل راضي والحمد لله الكل فرحان بهاي الانجازات. النادي الان يعني بشكل رسمي صار له تقريبا 10 سنوات، من احتفلنا السنه بمرور 10 سنوات من الافتتاح الرسمي، ولكن لا يخفى ان هذه المنصه اقيمت في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان، والذي امر ببنائها في ذلك الوقت غفر الله له، وطبعا بمتابعه سمو الشيخ خليفه لما كان ولي العهد، والآن رئيس الدولة من عهد قديم في متابعة، أيضا صاحب السمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد دائما له متابعة للنادي، إذا كان تاريخيا أو كان حاضرا ومستقبلا أيضا، لأن تعرف نحن دائما نعكس صورة للمضمار ونعكس صورة للرياضة محبوبة من الكل ومتابعة محليا وإقليميا وعالميا. لذلك المضمار تبارك في عهد المقبول للشيخ زايد واستمر بتشجيع من القيادة وتوفير كل ما يحتاجه النادي من إمكانيات، وطبعا نحن ما ننسى مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الكبير والداعم الأكبر للرياضات في النادي، متابعة سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد لكل الفعاليات اللي تقام في النادي. إلى خبرنا الأخير في مجلتنا، هو من الإمارات وإلى الفارسة ميرا الأنصاري اللي توجت بسباق أم الإمارات للقدرة. في الإنجاز الخامس لها خلال مسيرتها، توجت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري بلقب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للإسطبلات الخاصة للسيدات للقدرة على مسافة 100 كيلومتر الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. في الحلقات السابقة شفتوا لقائنا مع خالد خليفة النبوده، هو أحد المنتجين والمتربع على عرش المنتجين الإماراتيين للخيل العربية الأصيلة لسباقات السرعة، خبرنا عن هذا المجال وخبرنا عن الخيول الموجودة عنده، ولكن بهذا اللقاء راح يخبرنا أكثر عن نتائج إنتاجه اللي موجود بإسطبلاته. خلينا نشوف. أول ما بلشت في التسعينات كانت في وقتنا عندنا خيل تسمى انجلو عرب، اللي هي مخلوطة بين عربي وسلالة أخرى، إن كانت ثور برد أو سلالة أخرى. وبعدين بلشت تشرفت بزيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد، وقال لي خالد اللي تعمله خطأ، إن كانت تولد ثور برد أو تولد الخيل المخلوطة، لأنه ما بيكون لها مستقبل عندنا هني كتوليد، لذلك اتجه للخيل العربية. وجزاه الله خير، أخذت بنصيحته وبلشت في الخيل العربية. أنصح إخواني المولدين القدامى الجداد القدامى هم أساتذة لنا، أن يتعلمون من اللي سبقوهم، يبتدون وين احنا انتهينا، ما يبلش مثلي أنا قبل 20 سنة ويقول أنا بتعلم. لا، ما في شيء تعلم، التعلم بمعادلة صح،
وين وصلنا احنا هو يكمل، بيكون عنده وصول للهدف اسهل، وبيكون الجانب المالي اقل تكلفه. الفحل جدا مهم. الفحل بالنسبه لي انا يمثل 25% من الانتاج اللي بيطلعوا 75 الام وفوق يوصل للتسعين. اذا انا عندي الام افضل من الفحل في اختيار الام، دائما الام لازم تكون دمها قوي جدا ها وتكون تركيبتها مقبوله اذا ما كانت جيده ممتازه. النتائج ان كانت جيده اذا هي بطله، اما اذا نتائجها ما عملت نتائج بسبب اصابتها او شيء هذا ما يمنع انها ما تنتج ابطال. الفحوله والحمد لله في دوله الامارات وبسبب التلقيح الصناعي تقدر تجيب اي سيمن من العالم وتلقح المساله انك تدفع فلوس وتشوف شو اللي يناسب الافرس اللي عندك. الحمد لله بالنسبه لي انا وفي مزرعه العوير عندي مجموعه من الفحوله دماء مختلفه اقدر اني القح افرسي منها، وفي نفس الوقت القح من الخيل الخارجيه. الجيد من على المالك انه ما يلبس بلينكر او انه يلبس برقع، عرفت ايش قايل؟ ويحط فحوله ماله قدامه ويقول فحولتي انا افضل فحول في العالم وبنسى الباقي. هذه شويه تبعده عن، انا اتكلم عن الانتاج اللي هو يحتاج 4 سنوات، لا انت لقح من فحولك 80% وخلي 20 للفحول الثانية الجيدة اللي هي موجودة برا، إذا طبعا دماءها تركب مع دماء الأفرس اللي عندك. بالنسبة لوقت الولادة والشبو، طبعا احنا حاليا نلقح الخيل في نص اثنين على أمل تولد في نص واحد، بيبقى من شتاء عندنا تقريبا 4 شهور. اتمنى يعني احنا من اهل الشان ان او من الجهات المعنيه ان يغيروا لنا هذا الوقت، ان نبلش نولد الخيل من من نص عشرة او من بدايه شهر عشرة مثل خيل الجمال. مع الاسف في كثار يولدون خيل بس خيل ما نشوفه حتى في الميدان بسبب شيء خطا. الشيخ منصور بن زايد أمر بفتح نادي العين، وهذا كان له مخرج أن أضيفت سباقات إضافية وشاركت فيها خيلنا، والحمد لله خيل دولة الإمارات الميزة أنها تقدر تشارك في السباقات المحلية والسباقات المفتوحة اللي هي فيها خيل من برا، إذا إلها عندها عدة اتجاهات على حسب قوة هذه الخيل. أما بالنسبة لعدد الخيل، نعم عدد الخيل كثير جدا، ويبين هذا عن طريق مداخيل الخيل على السباق، يوصل انت مثل ما تعرف فيه 16 بوابة يوصل الى 80، وهذا اخر الموسم. اذا 80 ميدن بعدهم ما حصلوا او خيل مبتدئة حصلت فرصة انها تشارك او انها تفوز او انها حتى ترقب. لذلك ما شاء الله التوليد بازدياد، وأنا متأكد بإدارة المسؤولين في إمارات ريسينج وعند سيدي سمو الشيخ منصور مدركين هذا الأمر، وأنا متأكد أنه بيزيدون السباقات في الوقت المناسب. أنا يوم بلشت بالخيل الفرنساوية، بس أنت كثر ما تتعمق في الخيل تشوف دماء أخرى جيدة بس ما حصلت فرصتها او ما حصلت المعادله الصح، اختيار الفحل الصح. وهني وين انت كمربي تبتدي انك انت تجازف. تجازف في شو؟ تجازف باقتناء هذه الفرس وتجربه واللي هي تاخذ 4 سنوات. انا جربت الخيل الفرنساوي، جربت الخيل الامريكيه، جربت الخيل الروسيه. الخيل الفرنسية تركيبتها خشنة، والتركيب الخشنة تناسب طقسنا، تناسب
جونا أكثر من الخيل الأمريكية أو الروسية اللي هي تمتاز بتركيبة جميلة جدا بس بأطراف شوية أقل خشانة عن الخيل الفرنساوية، لأن لا تنسى خشانة الخيل أو عظامها أو أطرافها من وين تيجي؟ تيجي من المراعي. إحنا عندنا أرض الإمارات أو تربة الإمارات فقيرة بالمعادن، إحنا جالسين نعوضها بالعلف اللي نعطيها إياه ومن الحشائش اللي نعطيها إياه. إذا اللي يتولد ويربى في أوروبا غير عن اللي يربى في دولة الإمارات، لذلك أفضل الخيل الفرنسية. خالد النابودي من صغار المولدين ويتعلم كل يوم راس الهرم والهرم والجبل والبرج، وهذا نتائجك وليس أنت، نتائجك الميدان هو اللي يتكلم. نصيحتي للمولدين وللملاك أنه يتعلمون ويبتدون وين احنا انتهينا، وين أنا انتهيت. كثار من الأخوة يسمعون لناس عمرهم ما ولدوا نص مهر مش مهر، أو عمره ما عمل إنتاج، عرفت جاي؟ لا، أنت إذا عندك سؤال في التدريب اسأل المدرب صاحب النتائج، لا تسأل المدرب اللي عمره ما عمل نتائج. أبوابي مفتوحة لكل وقت، لأي وقت يقدرون يسألون، يقدرون. بس يؤسفني إن بعض الأحيان يجيك أنت واحد يسألك عن موضوع تعطي رأيك بصراحة، يصير ياخذ رأيك ويسأل واحد ثاني تو مبلش ثاني يوم ويقول له، وهذاك يصحح له بس عادي، يعني هذه طبيعة البشر. لذلك بالعكس أهلا وسهلا أي حد يرفع سماعة ويسأل أو يتفضل مكان مكانه. متابعينا ومحبينا، شفتوا حلقتنا اليوم، احنا دائما حريصين انه احنا نختار لكم فقرات متنوعة، نختار لكم لقاءات انتم ممكن تستفيدوا منها، ونخليكم تشوفوا المنافسة والتحدي والقوة والأصالة اللي موجودة دائما في ميادين السباقات والمسابقات. مع السرعة والمنافسة والجمال أكيد ما في ملل. طبعا دائما نذكر اللي ما قدر انه يشوف حلقة برنامج فروسية يقدر انه يشوفها على موقع اليوتيوب، وتقدروا ايضا انكم تشوفوها يوم الثلاثاء الساعة 1 بتوقيت السعودية على روتانا، هي بتكون إعادة. وتقدروا ايضا انكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. هذه تحية مني لكم، انا احلام العجارمة ومن فريق برنامج فروسية، وفي امان الله.